خليني نشوف اللو اوف ذا داي. رح احاول هلا نرى عندنا مستوى 1.1755 على اليورو الاسترليني، ايضا ضعيف جدا. للمزيد نذهب الى ابو ظبي مع السيد نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق باي دي اس سكيورتيز. نور الدين مساء الخير، اهلا وسهلا بك معنا. اليورو ما عم بيوقف النزول نور الدين الان، يعني عملنا اليوم 1.1755. كنت عم بحضر احدى القنوات العالميه من يومين، كان في محلل يقول باريتي، رح نرجع على باريتي. ما رايك بالنسبه لليورو دولار؟ باريتي استبعد في الوقت الحالي على الاقل، لكن مستويات ما بين ال 17 او مستويات ما بين سوري عفوا ال 14 وال 15 هذه المستويات ممكنه خلال العام الجاري. هناك في شيء مهم جدا الان، الحديث عن التيسير الكمي اصبح بشكل واضح الان او احتماليه ان يكون خلال الشهر الجاري من قبل البنك المركزي الاوروبي، بعد ان تم يعني او بعد ما انخفضت معدلات التضخم او انكمشت بواقع 20 النقطه المئويه خلال الشهر الماضي. الشيء المهم هنا ايضا نادين، هناك في شيء جدا مهم، انه الستريس تيست او اللي هي فحص الأهلية المالية من قبل البنك المركزي الأوروبي للبنوك الأوروبية كان أسوأ سيناريو فيه أنه أن لا تنخفض معدلات التضخم مدون مستويات الصفر. الآن وبعد أن انخفضت مدون مستويات الصفر هناك نوع من التشكيك، ما الذي سيحصل للبنوك من جهة؟ هذه أول شيء، وأيضا هل بالفعل التيسير الكمي سيكون أيضا دافع للاقتصاد على المدى الطويل أم على المدى القصير بنفس الشيء؟ وهذا الشيء الذي نتوقع أنه الاستفادة من التيسير الكمي سيكون على المدى القصير وليس على المدى الطويل كما حصل أو كما هو الحال في اليابان. سنحصل مرة أخرى على نفس الحال الذي هو في اليابان سنحصل عليه في الاتحاد الأوروبي، يعني ضعف للعملة بدون substantial effect على الاقتصاد الكلي بالتأكيد، لأنه هناك هذا السيناريو الياباني. إذا كنت تتحدث عن سيناريو الياباني، شفنا الدولار كيف ارتفع على الين إلى ما فوق 21، بس عدنا الأرقام يعني صحيح. ليست جيدة حول الاقتصاد الياباني لأنه ما في structural reform المطلوب. ليست فقط ايضا اليابان 14 سنه كيو اي ولم نشهد اي معدلات نمو المنشوده، الان في الاتحاد الاوروبي لدينا 7 سنوات من الاجراءات، ما الذي حصل؟ الى الان لم نصل الى المستويات ايضا المنشوده. الشيء المهم الان الولايات المتحده الامريكيه، هنا مربط او ما نسميه باللغه العاميه مربط الفرس، هل بالفعل ماذا فهمت سيستمر من محضر النمو أم ستتراجع؟ ماذا فهمت من محضر الفيدرالي؟ وعندنا بكره غدا النون فارم بيرولز، طلبيات او ليس طلبيات، الوظائف من خارج القطاع الزراعي، ماذا نتوقع وتاثيراتها؟ ما فهمته من الفيدرالي هناك نوع من التخبط. جانيت يالين ذكرت في الاجتماع او في البريس كونفرنس انه سيتم رفع اسعار الفائده في الاجتماعات القليله المقبله. اول كلمه في البيان اتت يوم امس انه كلمه بيشنت او كلمه التاني لا تعني رفع اسعار الفائده في الاجتماعات القليله المقبله. الان هناك شيء ايضا مهم جدا، انه قد يستمر الفيدرالي الامريكي بتغميم النظره نوعا ما حتى يشهد نوع من التعافي بالفعل، لانه ذكر انه هناك في مخاطر من ما يحصل عالميا على الاقتصاد الأمريكي. لذا أعتقد أن الفيدرالي لن يكون هناك في رفع لأسعار الفائدة سواء بالربع الأول أو حتى بالربع الثاني من العام الجاري، وقد نشهد أيضا مرة أخرى الاستمرار بوضع أسعار الفائدة على ما هي عليه حتى أيضا نهاية العام الجاري، لأنه منذ انتهاء التيسير الكمي وحتى الآن شهدنا أرقام شهر نوفمبر وأرقام شهر ديسمبر تأتي معظمها أو من أصل 34 رقم تم الإعلان عنها خلال الأسبوعين الماضيين، حتى الآن أتانا 32 رقم سيئين وبعيد عن التوقعات، والرقمين الإيجابيين فقط كان الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والإندستري برودكشن. عدا عن ذلك معظم الأرقام كانت سلبية. الآن ننتظر تقرير الوظائف يوم غد، التوقعات نوعا ما إيجابية لكن لا نستبعد أي نوع من المفاجآت السلبية أيضا من جديد. نور الدين بس بعشرين ثانية، فردر ريتريسمنت يعني المزيد من القوة للدولار أم ممكن بعض الريتريسمنت في ظل ما تتحدث عنه بشكل سريع جدا؟ القوة الدولار بالنسبة ل 2015 أعتقد أن قوة الدولار ستكون مؤقتة قبل أن نعود مرة أخرى ونشهد نوع من الانخفاض من جديد في ظل عودة أو مفاجأة الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى نهاية النصف الأول. شكرا جزيلا لك نور الدين الحموري، معك نصل إلى ختام جرس الإغلاق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.